كلاكيت المرة ال 18,000 في خلال السنة دي مشاهد ليها علاقة بالمثلية، بس المشكلة كلها في أفلام ومحتويات أطفال بسبب طلب حذف مشاهد متعلقة بالمثلية لاثنين أبطال أطفال جوه الفيلم. ديزني تمنع عرض سترينج وورلد الفيلم الكرتون الجديد في 20 دولة أغلبها من الدول العربية بخسائر. لا أنا مش عارف ليه العند ليه 100 مليون دولار. عايز اقول لك حاجه صغيره. زمان كنا مش زمان لغايه دلوقتي بيقول لك بلس 18 وبلس 16 وبلس 14. بعد ما العيال الصغيره بعلمهم الشذوذ الجنسي اعمل بلس ليه؟ ما خلاص ده انتهاك للطفوله. هنناقش ده النهارده جزء منه. اتمنى لا فعلا هنناقش في حلقه مبقتش تفهم هما ليه بيعمل ده. هو مش المفروض أيوة. احنا هنناقش في حلقه هو العالم الغربي عايز يروج للشذوذ ليه، وهو بيطالب بحقوق الانسان بيلغي حقوق الانسان في دول كثيره ملتزمه بالاخلاقيات او بدينها او عندها عادات وتقاليد مختلفه عن عاداتها وتقاليدها. ليه الفرد بهذه القوه؟ لماذا المساله بدت تحدي واقحامها؟ شفناه في كاس العالم في الرياضه. ايه علاقه الرياضه بالشذوذ يا عم؟ انت عايز شذوذ ما انت حر. هو انا بسالك انت واخد مين في اوضتك؟ لكن ليه بتفرضه عليا وبتقول لي لازم تحترم الشواذ ومفهوم انتباه؟ يعني لا وانت يعني احنا اللي عايز يعمل في اوضته انا ماله ماله، لكن ان هو يفرض ارادته ويعمل عمليه ترويج وفي حدث وعايزها في العلن وعايزنا اقول ان اقر هذا. هم احرار انا ماليش دعوه بيهم بالظبط.